قال المدير العام لصندوق المعونة الوطنية بالوكالة الأمين العام لوزارة التنمية الاجتماعية دكتور برق لضمور إن الصندوق اعتمد قائمة 120 ألف أسرة ستستفيد من برنامج الدعم النقدي الموحد للعام الحالي بعد انطباق شروط الاستهداف عليهم وتم تحويل الدعم لهم. وأضاف أن الصندوق حول الدعم النقدي لنحو 111,500 أسرة مستفيدة من برنامج الدعم النقدي الموحد عبر الحسابات البنكية والمحافظ الإلكترونية عن أشهر كانون الأول وشباط وآذار، فيما تم إرسال رسائل لنحو 8,500 أسرة بضرورة تزويد الصندوق برقم المحفظة الإلكترونية أو الحساب البنكي لتحويل الدعم النقدي لهم. ينضم إلينا المدير العام لصندوق المعونة الوطنية بالوكالة الأمين العام لوزارة التنمية الاجتماعية برق لضمور. أهلا بك معنا سيد برق في أخبار المملكة. 120 ألف أسرة ستستفيد من برنامج الدعم النقدي الموحد للعام الحالي، نتحدث عن هذا الرقم إذا ما تم مقارنته بالأعوام السابقة. نعم سيدتي الفاضلة، مساء الخير إليك ولكافة السادة المشاهدين، وكل عام وأنتم بألف خير بمناسبة رمضان المبارك. وأنتم بخير. حقيقة أنهى صندوق المعونة الوطنية خلال الفترة الماضية التدقيق التحقق عملية التحقق الإداري والميداني على الأسر المتقدمة بطلبات لأجل الدعم النقدي الموحد، وأفرز صندوق المعونة الوطنية 120 ألف أسرة الأكثر فقرا واحتياجا، وبعد إجراء العمليات القانونية بالتحقق قمنا بتحويل المبالغ النقدية إلى محافظهم وإلى حساباتهم البنكية، والتي بدأت بالوصول تباعا اعتبارا من اليوم، وإن شاء الله بنستكمل أو تستكمل المحافظ الإلكترونية بالغد تحويل هذه المبالغ. حولنا إلى 111,500 أسرة، وباقي 8,500 أسرة هي التي لا يوجد لدينا أرقام حسابات سواء محافظة إلكترونية أو أرقام حسابات بنكية. حال تزويدنا بهذه الأرقام سنقوم باستكمال التحويل لل 8,500 أسرة المتبقية إن شاء الله، وإذا زودونا فيهم قريبا يعني سنحول خلال الأسبوع الحالي. نعم سيدي. طيب الفترة التي سيتم بها استكمال عملية التحويل؟ التحويل بالنسبة لصندوق المعونة الوطنية نقدا تم تحويل إلى البنوك وإلى المحافظ، الآن الأمر يعني كإجراءات بنكية وإجراءات محافظ في تحويلها إلى المواطنين، البعض تم التحويل له والبعض بانتظار التحويل بإذن الله. يعني نتحدث عن هذا العمل من الممكن يعني أن ينتهي خلال فترة أسبوع مثلا؟ لا أقل من أسبوع. طيب هذا العمل يعني ينتهي غدا أو بعد غد بالنسبة للأسر اللي تم التحويل لها. نعم. طب ما قام به الصندوق يتعلق بالأشهر الماضية وعن شهر رمضان، ماذا عن الخطط المستقبلية لفترة العيد؟ نعم حقيقة يعني مثل ما تعرف يا أختي الفاضلة أنه يعني تنقسم حزم المساعدات إلى مساعدات نقدية وإلى مساعدات أيضا عبارة عن طرود وقسائم غذائية للأسر المستفيدة من صندوق المعونة الوطنية. بهذه المناسبة يعني عبر شاشتكم أود أن أوضح أنه صندوق المعونة الوطنية خلال الأسبوع الماضي أنهى توزيع المكارم الملكية السامية البالغة 100 دينار لكل أسرة من المنتفعين الشهريين من صندوق المعونة الوطنية، والبالغ عددهم 107,000 أسرة. تم تحويل كافة هذه المبالغ إلى حساباتهم. صرف أيضا صندوق المعونة الوطنية المعونة الشهرية للأسر المنتفعة بمعونات مالية متكررة عن شهر 3، والآن صرفنا 120,000 أسرة المتقدمين بطلبات للدعم النقدي الموحد. أنهت أيضا مديريات التنمية الاجتماعية وفي طور الإنهاء حقيقة، تبقى بطاقات بسيطة جدا، توزيع أيضا المكارم الملكية بمناسبة شهر رمضان المبارك، وهي عبارة عن قسائم غذائية بقيمة 100 دينار للأسر الواحدة، استفاد منها 30,000 أسرة على مستوى المملكة. بالنسبة لأيضا خطة وزارة التنمية الاجتماعية خلال الفترة القادمة، ستقوم الوزارة بتوزيع ما يقارب 66,000 بطاقة غذائية بقيمة 30 دينار للأسرة الواحدة من قواعد بيانات طبعا مديريات التنمية الاجتماعية ومكاتب صندوق المعونة الوطنية المنتشرة في أنحاء المملكة. سنأخذ بعين الاعتبار عدم تكرار الاستفادة حتى نصل إلى أكبر عدد ممكن من الأسر المستحقة إن شاء الله. المدير العام لصندوق المعونة الوطنية بالوكالة الأمين العام لوزارة التنمية الاجتماعية الأستاذ برق لضمور، شكرا لك.